اوكي عاجزون عن الحياة بلا قلق، بلا سؤال، بلا إتعاب للذهن بالأشياء التي تنتابنا ونحن نمارس الحياة. القلق كما المعارك، قد تخرج منها منتصرا أو لا تخرج إلا وأنت صريع أو معطوب أو منكسر النفس. السؤال أيضا كما الضجيج الذي قد يخبو صوته ولا يخيب أو ولا يغيب وقعه. الإبداع هنا قد يكون انعتاقا، هروبا نحو وجهة ما. مشاهدي قناة الجامعة المغربية كومبيس ماروك تي في، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج استضافات. حلقة اليوم سوف نحاول رفقة ضيوفي أن نغوص في موضوع لنقل عنه متشابك، القلق والسؤال والإبداع. أي علاقة ممكنة في ظل الجائحة؟ لمناقشة الموضوع معي مباشرة عبر تقنية اللايف الدكتور حمزة شنبو، أستاذ علم النفس بكلية علوم التربية جامعة محمد الخامس بالرباط، هو أستاذ لعلم النفس ومنسق خلية الدعم المنبثقة من كلية علوم التربية. أهلا وسهلا وشكرا على تلبية الدعوة أستاذ حمزة. مرحبا سي حسان، شكرا لك. معي أيضا الإبن البار لمدينة ابن ملة، صاحب قلم ماتع، الرجل فيه شيء من الفضول لتاريخ تادلة، الأستاذ الكاتب المبدع عبد الكريم جويطي. أهلا وسهلا وشكرا على تلبية دعوة البرنامج. مرحبا سي حسن وشكرا على الاستضافة الكريمة. شكرا أستاذ. بداية معك أستاذ حمزة، هو معلوم أن القلق حالة نفسية تنتج عن تجمع وتراكم مجموعة عناصر سواء إدراكية، حسية، سلوكية. الغير واعي بتشعبات الذات الإنسانية يبقى حائرا دائما في تحديد تلك الحدود المؤطرة للقلق العادي. السؤال هنا أستاذ، عن متى يمكننا أن نتحدث عن القلق الذي قد يتحول إلى قلق مرضي؟ نعم سي حسان، مرحبا وشكرا جزيلا لك على المجهودات التي تقوم بها، والشكر أيضا لقناة الجامعة ولكل الإخوان المشرفين عليها. شكرا جزيلا أيضا لأستاذي عبد الكريم الجويطي، الكاتب والباحث والروائي المعروف، وصراحة يعني سعيد بأن أتواجد إلى جانبي معك في هذه الحلقة. إذن بالنسبة لسؤالك أستاذ حسان، وهو اختيار يعني ذكي جدا أن تربط بين القلق والسؤال والإبداع، فربما يمكن أن نقول لك بأنك جمعت كل مدارس علم النفس في هذا الثلاثية، بالإضافة إلى أنك جمعت بين مجالات، يعني خصوصا مجالات الإبداع ومجالات السيكولوجيا، وهو اختيار ذكي وموفق جدا جدا أستاذ حسن. بالنسبة للسؤال الذي طرحت والمرتبط بالقلق، يعني القلق وحدود هذا القلق بين العادي الطبيعي وبين المرض. طبيعيا كما هو معروف، فنحن يعني مجهزون للتعامل مع كل التحديات، وما دمنا يعني الموضوع مرتبط بجائحة كورونا، هذه الجائحة التي يعني خلفت مجموعة من الآثار والصعوبات، فكان القلق واحدا من أبرز المواضيع الشائعة التي يتم تداولها سيكولوجيا بين مختلف المواطنين. إذن هذا القلق له ارتباط يعني، وله حدود طبيعية ثم له حدود ينتقل فيها إلى المرض. إذن في المشاكل في زمن كورونا بطبيعة الحال هي النفسية ومعرفية وانفعالية، وكان لها الوقع الكبير على النفسية وسيكولوجية الإنسان، الذي يعني نخبر هشاشته النفسية حتى قبل هذه الجائحة. إذن فهو يحتاج فعلا إلى تأمل في هذا الموضوع الذي يعني شكل موضوعا رئيسيا لعلماء النفس وللباحثين. إذن ما دامت هذه المعالم غير واضحة لكورونا، إذن هنا نتحدث عن القلق، نتحدث عن اختلال نوع من التوازن بين الواقع والإمكانات النفسية للشخص، بالتالي نكون عرضة للإصابة بالقلق. طبيعيا نحن مزودون
بميكانيزمات الخوف والقلق، لأن الخوف مرتبط بالقلق، والقلق هو خوف تحول، هو خوف تحول وازداد في الشدة وفي الوقت وفي القوة. لذلك فالإنسان لكي ينجح لابد من أن يخاف، ويعتبر ميكانيزم الخوف والقلق هو أحد الميكانيزمات البارزة في الحفاظ والبقاء وبقاء النوع الإنساني على في الوجود. إذن كلما قلق الإنسان مثلا، لذلك نربط بين القلق والأداء، كلما كان القلق مرتبط بالأداء تكون النتيجة يعني متميزة. في حالة ما إذا لم يستمر هذا القلق في الزمن، إذا لم تكن له آثار، إذا لم يتم يعني ظهور أعراض كما سأتحدث فيما بعد عن ذلك، أعراض جسدية وأعراض نفسية. إذا بالنسبة للخوف هو يعني موجود لدى الإنسان، ثم هذا الفرق بين الخوف والقلق، لأنه دائما يطرح هذا الإشكال. الخوف هو مرتبط بشيء موضوعي موجود في الواقع، بينما القلق يصبح فكريا، يعني يشغل الشخص على المواضيع ويفكر فيها ومنشغل بها ذهنيا، بالتالي هنا يصبح قلق، بمعنى أن القلق مرتبط بالتفكير حول هذه المواضيع وليس بهذه المواضيع كما هو في حالة الخوف. لذلك إذا كان هذا الخوف أو القلق شديدا ومتواصلا أو غير متناسب في ضخامته مع الخطر الذي نتعرض إليه، حينئذ نكون مصابين باضطرابات القلق. إذن هنا نتحدث عن حالة مرضية كما أشرت من ذلك. إذن الخلاصة التي أشير إليها هنا بداية هو أنه من المستحيل العيش من دون قلق، مستحيل، لدرجة أنه حتى عندما نريد أن نتحدث عن مثلا عن الإبداع هو قلق، والأستاذ عبد الكريم الجويطي يفهم معنى السؤال القلق في الإبداع، وكيف يدفع، كيف نعكس حالاتنا القلقة لكي نعبر عنها في الإبداع. إذن ثم هذا القلق هو نوع من فقط هو نوع من الخوف المفكر فيه. عالمنا يفرض علينا قلقا يدوم فترات طويلة، لأننا لا يمكن أن ننسى هذه اللحظات أو المرحلة المعاصرة التي نعيشها، وهي يعني مرحلة ضغط بشكل يعني مرتفع كبير جدا، بالإضافة إلى أنها مرحلة قلق بامتياز. بالنسبة كلما وجد الإنسان نفسه في وضع حرج، إذا نتحدث عن تهديد وعن خطر، هذا يساوي القلق دون معرفة ما الذي يهددنا، لأن القلق ربما قد يستيقظ الشخص في الصباح الباكر مثلا ويجد دماغه منشغل بأفكار ربما ليست المواضيع ليست موجودة أمامه، ولكن من طبيعة التفكير والحضور واستحواذ هذه الأفكار حتى تحول الشخص إلى شخص يعني مسيطر عليه من طرف هذه المسحة القلقية، بالتالي نجده قلقا. في الحالات الطارئة، عندما نتحدث في الحالة الطارئة، يفكر الذين يقلقون ويتصرفون بسرعة، لذلك القلق يعني بعجالة، حتى لا أطيل هذا الأمر، له أعراض. عندما نتحدث عن القلق يعني مرضيا، يعني تخطى حدود، لأن القلق طبيعي مرتبط بمواجهة، باستراتيجية للمواجهة، وهي استراتيجية المواجهة أو الفرار أو تراجع، يعني هذه أو تجمد في المكان. إذن هذه هي الاستراتيجية المرتبطة بالخوف العادي أو القلق العادي، لكن الخوف يعني المرضي تصبح لديه أعراض، بالتالي يتحول إلى هلع، يتحول إلى خوف كبير جدا، وهو معروف بالإفرازات التي تظهر على المستوى الجسدي. والهرمون يعني المتميز المرتبط بهذا الأمر هو هرمون الأدرينالين، الذي يسمى الهرمون الرئيسي، والذي يدفع القلب لتسارع نبضاته بشكل أكبر، يرفع من ضغط الدم، يجعلنا نتنفس بسرعة أكبر، يضمن هذا المفعول الذي يتغير، يضمن للجسم يعني كمية كبيرة من الدم الغني بالأكسجين حتى تتمكن عضلاتنا من القيام بفعالية بعملها. كما أنه يزود هذا الضغط يعني في هذا الأدرينالين عندما يفرز، يزود الدماغ بكمية أكبر من الدم حتى يبقى يقظا
لذلك ففي عندما سنتحدث عن السؤال سنرى بأنه في القلق إذا ما تم استغلاله وتوجيهه بشكل أفضل يمكن أن يكون السؤال عميقا ويمكن أن يتميز بمجموعة من الخصائص. إذن هذا الضغط هذه الهرمونات تزود الدماغ بكمية أكبر من الدم فيجعل الشخص يعني يقض ويستطيع أن يخبرنا بما سيفعله أو بما علينا فعله كمركز عصبي يصدر الأوامر. كما يحفز الأدرينالين أيضا حواسنا وتحدثت عن ذلك أستاذ حسن من قبل عندما تحدثت عن الحواس وعن دور هذه الحواس فقلنا بأن هذا الأدرينالين أو هذه الإفرازات تحفز حواسنا فتصبح أكثر تنبها بحيث يمكننا التصرف والقيام بردة فعل بسرعة. هذه التغيرات تطرأ على الجسد وهي تماثل الأعراض التي نشعر بها عندما نشعر بالقلق. لذلك عندما نتحدث عن القلق بطريقة يعني بشكل مرضي يعني تجاوزا لما هو طبيعي فنجد أعراض جسدية كرجفة القلب، التعرق، الارتعاش، صعوبة التنفس، جفاف الفم، الاختناق، تصلب الصدر، ألم في البطن، انزعاج غثيان، مجموعة من الأعراض الجسدية. ثم أعراض نفسية كالخوف من فقدان السيطرة، ونسجل هذا عن الناس بشكل كبير جدا لأن يصبح هذا الميكانيزم محملا له في ذهنيته وحاضرا بطريقة استحواذية وقهرية مفروضة عليه، فيخاف من فقدان السيطرة، الخوف من الموت. ونعرف بأن في حالة القلق وخصوصا المرضي يظهر هذا الأمر مرتبط بالنوم. ثم الشعور بالانفصال عن الواقع، فقدان الشهية، قلة النوم، التعب، الشعور بالتوتر، التململ، عدم القدرة على التركيز، الاكتئاب. إذن هذه كلها أعراض نفسية مرتبطة بهذه المسألة المرتبطة بالقلق كاضطراب نفسي استحاسة. نعم أستاذ، هنا ريثما يعود الأستاذ عبد الكريم. أنت تحدث أستاذي عن القلق وعلاقته ب أعتذر هنا ربما أستاذ زكريا بدا انك ترجع لنا استاذ عبد الكريم جويتي لانه انقطع له الخط. قبل ذلك قبل ان يعود استاذ عبد الكريم جويتي استاذ زكريا انت تكلف لنا استاذ عبد الكريم جويتي عفاك دخلوا سوف اعود لك استاذ حمزه. استاذ حمزه تحدث عن القلق وعلاقته بالسؤال، هنا سوف نتجاوز القلق الابداعي لان استاذ عبد الكريم جويتي الاتصال به قد انقطع هنا. وان دائما القلق دائما ما نلاحظ ارتباط بالسؤال، والسؤال دائما ما يكون مرتبطا بالحيرة، بالبحث عن المعنى. القلق دائما ما يدفعنا للبحث عن المعنى، أشياء التي تبحث عن الإجابة لنقول عنها الإجابة الشافية، رغم أنه لا يمكن الحديث عن إجابة شافية، لأن دائما هنا الأخصائي دائما ما يجد نفسه متورطا في بحث لنقول عنه جاد من أجل إقناع ذلك الذي يسأله. البحث عن الوهم كما سمعت أحدهم يقول ذات يوم أن الإنسان ذلك الإنسان الواهي الذي دائما ما يبحث عن الأجوبة قد يقتنع بها وإن كانت وهما. هنا أستاذ ألا ترى معي بأن السؤال له ارتباط وثيق بالقلق، لأن الإنسان الذي يعاني من قلق دائما ما يضع السؤال والسؤال الآخر، السؤال الآني، لأن القلق الذي عايشناه جميعا في مرحلة الجائحة دفعتنا لطرح السؤال والسؤال الآخر، السؤال والسؤال النقيض. تساءلنا رغم أننا كنا دخلنا بمسؤولية من الحصانة النفسية إجازة التعبير هكذا، لكن بطول المدة صارت هذه الحصانة النفسية تضمحل. صرنا نسأل متى سوف تنتهي هذه الأشياء، صرنا نسأل هل اقتربنا من نقطة النهاية. أسئلة مثل هذه ألا يمكنها أن تؤدي بنا إلى العودة من القلق العادي إلى القلق المرضي؟ نعم سي حسن، هذه السؤال وذكرت السؤال هو يعني شيء موضوع مهم وموضوع يعني حظي باهتمام كبير في تاريخ الفلسفة، فأعطيت له مكانة. وعندما نربطه بالقلق خصوصا لأن عندما نعيش وضعية هنا والآن تفرض علينا أن نفكر في قلق السؤال ثم سؤال القلق، فعندما نتحدث عن هذه الوضعيات يعني تجعل السؤال هي كلها تساؤلات
مرتبطة بمشكل كبير جدا لدى الإنسان، وهو أن الإنسان في الوجود دائما يبحث عن نقطة ثابتة في هذا الوجود يرتكز عليها كي ينطلق، وهو اليقين. لذلك هذه النقطة التي يبحث عنها الإنسان كما فعل ديكارت، كما فعل الفلاسفة ككل، إذن كانوا يبحثون عن نقطة يؤسسون عليها، نسقهم العلمي ونسقهم الأدبي ونسقهم الوجود الإنساني في غمرة هذا البحث. إذن يجد الفيلسوف أو يجد الباحث أو يجد السيكولوجي أو يجد الإنسان العامي بشكل عام، يجد نفسه يطرح مجموعة من الأسئلة، يتساءل، ولكن هذا التساؤل يعني ينبع من قلق. لذلك فالقلق ربما يمكن أن نقول عنه هو ذلك الجانب المظلم في شخصية الإنسان والذي يبحث له عن تجلي. لذلك فعندما نقول مثلا نربط القلق ألو السلام عليكم. وعليكم السلام، تنسمعك وين سي حسن؟ تنسمعك راني حتى أنا خرجت من اللايف، ما عرفتش. سي زكريا وقع مشكلة سي عبد الكريم، أنا بغيت ندخلك وخرجت من. إذا سي حسن هل تسمعني؟ الآن كنسمع. نعم، ربما كان الميكرو مغلق على ما أظن. نعم، لأن خرجت ندخل أستاذ عبد الكريم مع مشكل. نعم، إذا سأتمين بالنسبة للسؤال الذي طرحته، هو المرتبط بالقلق والسؤال، وهل هذا نعم. هل هذا الكثرة الأسئلة المرتبطة باللا يقين يمكن أن تؤدي إلى حالة مرضية أم ممكن أن تؤدي إلى حالة إبداع؟ هذه المسافة يعني مهمة جدا ولا بد أن نرسمها. بالنسبة للسؤال للقلق، فالإنسان من طبيعته أنه يتساءل عن كل شيء، فيتساءل في الحياة اليومية، يتساءل في الحياة العالمة، يتساءل في مواضيع فنية، يتساءل في جميع المجالات. إذن هذا السؤال هو بحث دائما من الإنسان عن الحقيقة وعن المعرفة وعن التفسير وتأويل الحالات الوجدانية التي يمر منها عندما نتحدث عن القلق. إذن القلق هو 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 حركة نفسية داخلية عبارة عن مجموعة من الأحوال الوجدانية التي يحاول من خلالها الإنسان أن يفسر واقعه ومستجداته. لذلك نجد الإنسان دائما يقلق، وكلما قلق يمكن أن يؤدي به هذا الأمر إما إلى حالة يعني إبداع، إلى حالة إنتاج، إلى حالة تكيف، لأن حتى في التكيف وحتى في صناعة العادة يعتبر نوعا من الإنتاج ونوعا من الإبداعية في التعامل مع القلق. لذلك بالنسبة لماذا نقلق ولماذا هذا القلق يتمحور حول السؤال؟ لأن أشرت إلى مسألة مهمة في تاريخ الفكر الإنساني، كل الباحثين والفلاسفة كانوا يبحثون عن نقطة ثابتة لكي يؤسسوا عليها سواء معارفهم أو وجودهم، وهو اليقين. في حالة القلق يضطرب هذا اليقين، فنبدأ نتحدث عن أسئلة يمكن أن تلقي بنا في جب القلق والاضطرابات النفسية، ويمكن أن تكون منعطفا إذا ما فكرنا فيها بطريقة إيجابية وخلقنا مسافة فيما بيننا وبين هذا القلق وهذه الظروف. إذن بالنسبة للسؤال، السؤال المرتبط بالقلق يجب أن يتحول من سؤال يجيب عن حالة نفسية مرتبطة بحدود زمنية ومكانية إلى أفق يتسع فيه التفكير
لذلك عندما نريد أن نتحدث عن 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 سؤال القلق، سؤال القلق يجب أن يكون سؤالا عميقا وسؤالا شاسعا، وأن يكون سؤالا له حضور قوي. لذلك كلما تساءلنا سنعيد ترتيب، لأنه لماذا يتساءل مثلا الناس في جائحة كورونا؟ يتساءلون بغاية إعادة ترتيب واقعهم، بإعادة الطمأنة لنفوسهم، بإعادة التفكير حول هذا اللامعنى الذي أصبحنا نعيشه. لأن عدم الاستقرار واللامعنى يجعل الإنسان في التيهة، يجعل الإنسان في مواقف لا يقدر على أن يتمكن حتى من قول أنا موجود، لأن تضطرب الهوية النفسية، تضطرب الهوية الذاتية، فيجد الإنسان بأنه في مهب الريح، فيجد بأنه لذلك هذا القلق هو قلق عميق، وهو أسئلة متفرعة وأسئلة يعني ذات طبيعة وسواسية في الأصل عند الإنسان العامي. لكن عندما نتحدث في مستويات أخرى هذه الأسئلة تكتسي صبغة أخرى، فيصبح هذا قلق، هذا السؤال هو سؤال للقلق، فيتحول إلى انكشاف وإلى حدوث الذات وإلى اكتشاف هذه الذات، وإلى التركيز على نقاط القوة، وإلى التعايش وإلى التكيف مع مختلف هذه الوضعيات القلقة التي تحيط بالإنسان. إذن فهذا يعني نعم سي حسن، سوف نكمل الحديث عن العلاقة التي يمكن أن تربط السؤال بالقلق قبل أن نكمل نسير في النقاش. أعود إلى القلق الإبداعي تحدثت عنه قبل قليل مع الأستاذ عبد الكريم جويتي. أستاذ عبد الكريم جويتي هل تسمعني الآن؟ حبيت أن أتفرك على الميكروفون لأنه كيبان لي مقطع. دابا تسمعني؟ كنسمعك أستاذ. أستاذ يعني لأن هذا القلق ربما يمكن اعتباره قلق ربما يمكننا تشبيهه بالقلق الخادوم أو الخلق الطيع، فهو محفز على الإبداع. أعمال خالدة بلجت من هذا القلق. قلقكم أنتم أستاذة إزاء تلك الشجرة الدنماركية دافعا لكي تدينا نصا باذخا هذا القلق قد يخدم استزامات الإبداع. السؤال هنا عن حديد ماهية القلق الدافع على الإبداع من نظرة المبدع، لا سيما أن المبدع في كثير من الأحيان ما يصبح هو الباحث عن هذا القلق، لأنه شحنة للإبداع، شحنة للخلق، أي شحنة للدخول في ذلك الذي يمكننا تشبيهه بالمخاض. أستاذ عبد الكريم شكرا على الاستضافة، شكرا لقناة الجامعة، شكرا لك سي حسن، وارحب بالدكتور حمزة. انا سعيد جدا بالمشاركه معه في هذا اللقاء اللي تتمنى يكون مفيد وممتع، ويحاول يجاوب على بعض الاسئله، لانه هذا السؤال ديال علاقه الجوائح بالابداع وعلاقه الجوائح الظواهر النفسية مثل القلق هي طرحت وستطرح، وتاريخ البشرية هو تاريخ تعاقب الكوارث على البشرية. طبعا القلق هو تجربة وجودية وملازمة للإنسان، غير تتفاوت النسب ديالها من إنسان لإنسان آخر. الإنسان ظهر في الأرض أو خلق في الأرض ليكون قلقا، لأنه بما أن هذا الإنسان تيواجه واحد الحقيقة مروعة اللي هي الموت، وتيواجه المرض، وتيواجه التهاوي التدريجي ديال القوى ديالو، وتيواجه بزاف ديال الأشياء اللي تتهدو. هذا الإنسان من الإنسان ديال الغابة هو حامل معه هذه التجربة ديال القلق. فالتجربة ديال القلق هي التجربة الأكثر إنسانية أو الأكثر أصالة في علاقتها مع الإنسان،
لذلك الفن القديم والإبداع القديم هو كان حاول من خلاله الإنسان هو يروض القلق دياله، هو يسيطر على القلق دياله أبريفوازي هاد لونغواس اللي عند الإنسان في علاقته مع الموت وفي علاقته مع الخوف والأشياء اللي تتهدو. فالأعمال الفنية الأولى هي كلها أعمال للسيطرة على القلق. لما كان تينتصر في شي معركة تيجي الكاف وتيرسم، ولما تيصيد شي طور وحشي كبير اللي كان ممكن يفقد حياته وتيقتله تيجي تيرسمه، بدا تيدير بعض الدوائر لفهم العالم. فالإبداع ارتبط بهذه التجربة ديال القلق، ولو لم يكن القلق أعتقد ما غادي يكون عندنا لا دين ولا فن، لأنه الدين والفن كلهم هما خرجوا من الرحم الكبير للقلق. الدين والفن حاول هما الجواب اللي قدموا الإنسان للسيطرة على الضياع دياله، الإحساس بالضياع دياله والإحساس بالقلق دياله. لذلك في النصوص المقدسة كلها تلقوا الأنبياء فيها قلقين، قلقين. موسى كان قلق، إبراهيم هو تيتسائل علاش على شنو هو الإله ديالو إلى آخره. الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا حتى هو عاش واحد التجربة ديال القلق كبيرة، اللي كان يمشى كاع الجبال وغير يلقي بنفسه لأنه احتبس عليه الوحي وأصبح يشك هل هو مجنون أم أن فعلا راكين واحد الرسالة السماوية اللي عليه أن يبلغها. فالرسول عاشوا التجربة ديال القلق، المبدعين الكبار كلهم وناس قلقين. إلا قدينا في مثلا التجارب امرؤ القيس، فامرؤ القيس بالأساس راه تيقول هذاك القلقين، كما أن تيوصف نفسه تيقول على قلقين. ها حبذا أنك تعود الفكرة لأن قطع الصوت. قلت لك بأنه المبدعين الكبار والإبداع المبدعين الكبار كلهم عاشوا تجربة كبيرة ديال القلق، حتى أنني يمكن نقول بأنه المحرك الكبير للإبداع هو القلق. لو لم يكن القلق لما كان عندنا الإبداع. شخص بحال امرؤ القيس لما تتقرأ النصوص دياله هو شخص قلق. طريفة بن العبد شخص قلق المتلبي، تيقول في واحد البيت يجمل كل شيء، هذا الشيء اللي بغيت نقول، على قلق كأن الريحة تحتي، على قلق كأن الريحة تحتي، أي أنه حياته كلها هي حياة ديال القلق. فطبعا القلق هو اللي تيدفع الواحد يطرح السؤال، لأنه كاين الناس تيقلبوا على الجواب في حياتهم، بينما المبدع دائما هو عنده واحد القدرة على طرح الأسئلة لما تطرحوهاش الناس العاديين. لذلك كل المظاهر الآلام البشرية والقلق البشري تلقاوها في نصوص الإبداعية ديال المبدعين. فمن ما خص نستحضروا أن أول ملح الملحمة الشعرية اللي هي قلقامش، الملحمة ديال قلقامش، فكرة الموت، واش ممكن الإنسان أنه يوصل للخلود ولا أن الموت النهاية اللي لا مفر أن كل واحد يعيش. فالتجربة مع الموت هي تجربة مشكلة في الصوت مع الأستاذ عبد الكريم الجويطي.
أستاذ عبد الكريم ربما انقطع الاتصال بأستاذ عبد الكريم الجزائي. أنا هنا سأستغل الفرصة الحديث مع الأستاذ حمزة شنبو. كنا نتحدث عن تلك العلاقة يعني المتينة التي توجد بين السؤال والقلق، ولعل حتى الأستاذ عبد الكريم الجويطي عندما تحدث عن ذلك القلق الذي يدفع المبدع للإبداع، دائما ما يكون هذا القلق مصحوبا بأسئلة، لنقول عنها أسئلة كبرى، أسئلة تبحث عن ماهية الإنسان، تبحث عن سره في الوجود، سره في الحياة. هنا أستاذ هل يمكننا أن نتحدث عن إمكانية يقوم بها هنا السيكولوجيا والإخصائي الذي قد يجعل من ذلك القلق الذي ينتاب أي إنسان لتطويع ذلك القلق لما هو إبداعي، خصوصا وأن أحد المتابعات معنا هنا عبر تقنية اللايف تقول بأن هناك، هل يمكن أن نتحدث عن ذلك الذي يمكنه أن نقول استثمار القلق الذي لا ينتج إبداعا؟ أي هناك أناس ممن يعانون القلق ويحاولون أن يطوعوا هذا القلق لمستويات إبداعية، لكن تبوء هذه التجربة بما يمكن أن نطلق عليها بالفشل. نعم، إذا بالنسبة لمسألة التعامل مع القلق، نحن فقط الآن نتحدث عن ربط هذا القلق بالسؤال وعن الإبداع. أما بالنسبة للمحاولات يعني وهو يعتبر مدخل من المداخل الأساسية للعلاج، فاش كنبغيو نعالجوا القلق العلاج الإبداعي يعتبر مدخلا أساسيا لاستثمار بعض التجارب الإبداعية كالكتابة مثلا، كالكتابة كالرسم كالشعر في تجاوز حالات القلق. ولكن هناك الحالات المرضية فعلا التي تحتاج إلى متابعة وإلى علاج، وهذه حقيقة يعني أنه إذا عندما نتحدث عن أعراض يعني وكنهضروا على وصول إلى نوبة هلع يعني، وهذا أنا لا أريد أن أدخل في أنواع هذا القلق المختلف، اضطرابات القلق كاضطراب الانفصال، اضطراب القلق المعمم، الرهاب الاجتماعي ما إلى ذلك، هذا مجال مرضي محض. لذلك فعلى العموم يعني عندما نتحدث عن القلق نتحدث عن أسئلة، عن مجموعة من الأفكار التي تهجم على الشخص في ذهنه، حتى يمكن أن نقول بأنه دماغ القلق هو دماغ متسمم بمجموعة من الأفكار التي تتولد فيما بينها والتي تنبثق عن مجموعة من الأسئلة. لذلك فيمكن أن نستثمر مع الشخص، يمكن أن يحول تجربته إلى 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 الإبداع، ويمكن أن يحول تجربته إلى معنى، لأن نحن نعرف بأنه هناك فروقات فردية بين الناس، يعني لا يمكن أن نقول بأن الناس كلهم يتعاملون مع القلق بإبداع، وهذا التعميم لا نريده صراحة، ولكن يمكن أن نقول بأن الإبداع هو مدخل من المداخل التي يمكن أن نطور من خلالها تجربة القلق، يمكن إذا ما وجهناها أن تسهم في خلق نوع من المصالحة ونوع من التصالح ونوع من السلم الداخلي، لأن أحيانا هناك بعض الأمور التي تحتاج فعلا إلى الترجمة على أرض الواقع. لذلك فيمكن أن نقول بأن العلاجات المختلفة، العلاجات النفسية السيكولوجية بمدارسها المختلفة المتنوعة، بالإضافة إلى هذا الاستخدام للتخصصات الفنية الأدبية في مجال التعامل مع حالة القلق. ولكن هذا لا يعني بأن هذه المجالات يمكن للشخص أن يأخذ قلما ويقول ما دمت أنا في قلق يمكن أن أكتب في هذه التجربة ويمكن أن أطور منه ويمكن أن أصبح مبدعا، هذا لا يمكن، لأن الإبداع أصلا عندما نتحدث عن الإبداع كما أشرت من قبل، الإبداع هو نوع من الأصالة، هو نوع من التفرد، لدرجة أن حتى المبدع أحيانا لا يعرف نفسه ولا يكتشف نفسه إلا بالصدفة أنه مبدع. لذلك فهذه القدرة أو الملكة على الإبداع، على التميز، على التفرد، على الأصالة، إذن تظهر بطريقة فجائية وغير مخطط لها أحيانا. لو كنا نخطط لتعلمنا في المدارس، كلنا لتعلمنا، لأصبحنا كلنا أدباء، لأصبحنا كلنا شعراء، لأصبحنا كلنا موسيقيين، ولكن بمعنى أن هناك كل واحد يمكن أن يراكم في مجاله
التخصصي، وبالإضافة خصوصا هذا الأمر اللي ربطت فيه هذا المتسائلة بين أنه قد قمت بأعمال إبداعية ولكن لم أتخلص من القلق. القلق جزء أساسي من شخصية الإنسان. عندما يتحول إلى حالة مرضية، عندما نصبح نتحدث عن أعراض، نتحدث عن ضرورة تكفل النفسي بمجموعة من التقنيات، بمجموعة من الأساليب بما فيها في بعض الأحيان ولكن نادرة والتي لا نصيبها، وهو التكفل الفارماكولوجي أي الدوائي. ولكن على العموم يعني فقط تجربة الإبداع، هو ما أريد أن نتحدث عنه اليوم، وأن هذه التجربة الإبداعية يمكن استثمارها، وهناك يعني توجه كبير جدا يعرف بالعلاج بالإبداع، يستخدم في مجموعة من الاضطرابات وله نتائج وله فعالية. سأعود لك أستاذ، ماذا أن الأستاذ عبد الجويته قد عاد، لا ينقطع الاتصال مجددا. أستاذ، كنا نتحدث عن القلق الإبداعي، وعلى تجربتكم هي تجربة يمكن أن نحتدي بها ونجعلها محط للنقاش. أنتم قلت يوم أنه في الرابعة صباحا في يوم من يوم يوليوز مثلا، كانت البداية لكتابة الرواية التي أعتبرها أنا أنها لوحة سردية يمكنني أن أفتخر بها لأنها كتبها إنسان مغربي. هذا بعيد كل البعد عن ما يمكن أن نصرح عليه بالمجاملة أو أشياء من هذا القبيل. أستاذ، هنا المسألة لا يمكن وصفها أن يقوم الإنسان في الرابعة صباحا وأن يهتدي لفعل الكتابة من أجل إفراغ شحنة التي راكمها عبر زمن. أنا المسألة هنا جاءتني شبيهة جدا بما صرح به مجموعة من الكتاب ومجموعة من المبدعين. نذكر على سبيل المثال هنا محمد شكري الذي قال أن الكتابة ليست بالنزهة، لأن الكتابة هي مسيرة احتجاج. الكاتب الجزائري وهرم الرواية العربية وسيل الأعراج يقول: نكتب لأننا نعرف أن نفعل شيئا آخر. الكاتب السعودي أيضا محمد حسن علوان الذي أنتج رائعته رواية موت صغير أيضا قال بأنه يكتب في لحظة الألم، لحظة التعاسة، لحظة لا أمل، وهو لا يعرف شكل الكتابة في لحظة الأمل. ماذا عن الكاتب المبدع كريم جويطي؟ طبعا الإبداع دائما وراءه ألم، الذي لا يتألم في اعتقادي لا يكتب، حتى إذا كتب ستكون كتابته مفتقدة لتلك النار التي من الضروري أن تصهر كل كتابة حقيقية. في مقدمة يومية نائب في الأرياف قال توفيق الحكيم، قال ببساطة جملة حكيمة جدا: من حياته سعيدة يعيشها، ومن حياته تعيسة يكتب عنها. بمعنى أنه الذي عنده في حياته ما سماها نيتش بسعادة الأبقار الهولندية، أي أنه ما عنده حتى مشكل مع الحياة، كل شيء أشياء متوفرة له، يعيش في بحبوحة من العيش، ما عنده لا قلق لا سؤال لا شيء يخزه في داخله، لا مواجع لا أشياء تأكله من الداخل مثل ما يأكل الدود الجيفة. هذا الإنسان لا يمكن أن يكتب. نحن نكتب بصفة عامة، أنت سي حسن وأنا وكل من يكتب، نكتب لأن هناك ألم ما أو سوء فهم ما في علاقتنا مع العالم، هناك قلق ما في علاقتنا مع العالم، نحس بأن هذا العالم الذي نعيش فيه سيء ونحن نعنفه بالكتابة. أنا تذكر واحد تجيني الآن في البال، واحد الخاتمة ختم بها الشاعر الكبير أحمد بركات اللي مع كامل الأسف مات في ريعان الشباب، اللي قال في قصيدة دياله أعتقد لن أساعد الزلزال، قال في آخر ديال القصيدة دياله قال: وأتيت حاملا هذه الوردة التي أوبخ بها العالم، أتيت حاملا هذه الوردة
التي أوبخ بها العالم. أعتقد بأنه كل كتابة إبداعية حقيقية هي توبيخ العالم، هي توبيخ العالم. لماذا؟ كأنه الكاتب يسائل العالم عن كل هذه الشرور التي يلدها، عن كل هذه الآلام التي تسببها البشر، على كل هذا الفقد، على كل هذا الوجع، على كل هذا الفراق، على كل هذا الانهيار ديال الأشياء الجليلة، على كل. لذلك الإبداع فيه هو مستودع ديال الآلام ديال البشرية. إلا بغينا نقراو الآلام ديال البشر ما غاديش نوجدوها لا في النصوص الدينية ولا في النصوص التي كتبت خارج الإبداع، ولكن سنجدها في المسرح، سنجدها في الرواية، سنجدها في الشعر، سنجدها في اللوحات التشكيلية، سنجدها في هذه القدرة ديال 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 الإنسان أن يتطهر من كل الأشياء السيئة في العالم اللي تحولها الإبداع. لذلك الإبداع خطير في حياة الناس، والإبداع تنظر إليه المؤسسات بغيبة كبيرة. لماذا؟ لأنه الإبداع هو يعلم الناس شيء أساسي، هو عدم الثقة وعدم الرضا، عدم الثقة وعدم الرضا، ويدفعهم لطرح الأسئلة اللي ما عمرهم فكروا أنهم يطرحوها. لذلك نصوص أطرات في شعوب أكثر مما أطرات في أي شيء آخر. فمثلا إلى رجعنا الكتاب ديال توكفيل، أليكس توكفيل اللي كتب على الثورة والنظام القديم، فأعتقد في أحد الفصول دياله خصو أن الثورة الفرنسية ديال 1789 كانت نتيجة أساسية، نتيجة ديال تأثير الأدب في الشعب الفرنسي. لولا الأدب لما وقعت الثورة الفرنسية اللي خرجت هذه القيم الكونية ديال الحرية والمساواة والعدالة. فالأدب بصفة عامة شيء خطير، وخصنا ننتبه رغم أنه هش، ورغم أنه ضعيف، ورغم أن الأدباء يكتبون في عزلة، ولكن عندهم واحد القدرة على أنهم، لأنهم ما تتنطلش عليهم حيل الإيديولوجيا وحيل المنظومات الفكرية والعقائدية اللي تتبني واحد الإمكانية ديال بناء إيطوبيات في الواقع. الأدب عنده واحد الشكوكية، واحد الريبة. لذلك أخوان بويتي سولو كانت يسمي الرواية دائما بأمبراطورية الريبة، أمبراطورية الشك. كل شيء يدخل الرواية يصير مشكوكا فيه، كل شيء يدخل الرواية يصير نسبيا، كل شيء يدخل الرواية يصير تيفقد الدوغما وتيفقد الوثوقية دياله، ويصير شيئا إنسانيا هشا وضعيفا وقابلا للتحطيم دياله. نعم سمعوا لك أستاذ حمد، نعم كلام مسموع أستاذي، ومشكور أيضا على مداخلة القيمة التي أستاذ حمزة. نعم سي حسن، مرحبا. تسمعني أستاذ حمزة، أنتم باعتباركم منسق خلية الدعم الارتقاء من كلية علوم التربية، قلتم تجربة أقل ما يمكن نقول عنها أنها تجربة إنسانية، تجربة وطنية رائعة، رفقة مجموعة من الأساتذة والأخصائيين الذين أحييهم من هذا المنبر. أيضا الخلية استقبلت مجموعة من الأسئلة، أسئلة المواطنين. أنتم شاركتم العديد من الناس ما يؤرقهم، شاركتموهم هواجسهم، خصوصا وأنكم كنتم في مهمة لنقل عنها زرع الأمل، مهمة لنقل عنها أيضا بتر للخوف الذي انتاب الجميع، انتابنا نحن أيضا في مرحلة معينة عندما استفحل ضغطة، صار الكون يعني ملونا بلون يجوز أشبهه باللون الرقاد. أستاذ حمزة، سؤالي عن قدرة الأخصائي على تطويع هذا، يعني تطويع القلق، تطويع السؤال على مواجهة الأسئلة التي قد تكون حارقة في بعض الأحيان.
نعم سي حسن، شكرا لك على هذا السؤال المرتبط بخلية الدعم النفسي عن بعد بكلية علوم التربية، والتي تم إحداثها مباشرة بعد إعلان الحظر الصحي بتوصية من عميد كليتنا الأستاذ الدكتور عبد اللطيف إيداي، الذي أوجه له كل تحية على المجهودات التي قام ويقوم بها كرجل للميدان وللإدارة. كما أقدم الشكر الجزيل لكل أعضاء الخلية، الأساتذة الأفاضل والأستاذات الذين قدموا هذا العمل الذي عمل على زرع الأمل كما سميته سي حسن. بالنسبة للقدرة، يعني الصراحة التعامل مع المواطنين مع أسئلتهم القلقة في مرحلة الحظر الصحي كانت تحديا كبيرا للأخصائي النفسي، وفي نفس الوقت كان يعني وضع التجربة السيكولوجية على المحك بالمغرب بشكل عام، وقد انخرطت كل الكليات وكل الجامعات المغربية وكل شعب علم النفس وكل أساتذة علم النفس في هذه المبادرة للتعامل مع مختلف الأسئلة القلقة للمواطنين المغاربة، وتمت الإجابة عليها. لذلك فيما يتعلق بسؤالك، قدرة الأخصائي النفسي على تطويع هذه الأسئلة وعلى تقديم إجابة لها، فعلا يعني من خلال يعني الإحصائيات التتبع الذي أجري داخل الخلية، إذن تبين بأن البروتوكول، يعني لأول مرة سيوضع البروتوكول الخاص بتتبع الحالات، وهذا مهم جدا، والكيفية التي يمكننا من خلالها التعامل مع هذه الأسئلة. ولنا يعني حقيقة تعامل كبير جدا مع نوع الأسئلة، طبيعة الأسئلة، مضمون هذه الأسئلة، امتدادات هذه الأسئلة، ارتباطها بكل المجالات، ارتباطها بالمجال الإبداعي، ارتباطها بالمجال الأدبي، ارتباطها بالمجال الديني، ارتباطها بمجال القيم، ارتباطها بمجال يعني بمجال النفسي، بالمجال بمختلف الاضطرابات بمختلف المجالات. لذلك فكانت فرصة لوضع هذه التجربة على المحك ولتجريب القدرة على التدخل. لذلك فكان يعني على العموم هذه التجربة مكنتنا من بناء مجموعة من الخطوات الأساسية والمهمة للتدخل مع المواطنين ولتقديم إجابة. وكان من ضمن توجيهات الأساسية هو مجال الفن والإبداع، وكررناهما مرة على أساس أنه مجال حيوي يسمح للشخص بأن يمتد في مشاكله، وأن يترجم كل مشاكله أمامه، وأن يرى، لأن في كثير من الأحيان لدينا انفعالات ولدينا معارف ولدينا أفكار تشغلنا، لكن عندما نخرجها ونكتبها وبالتالي نفكر حولها ونخلق حولها ما يسمى بالميتا تفكير أو الميتا معرفية، يعني عندما نخلق وعيا بهذه الأفكار، عندما نبحث عن المعلومات الصحيحة، فإننا نتمكن من تجاوز هذا القلق. لذلك تعاملنا فوجدنا بأن هناك سؤالين تقريبا تتداول عند المغاربة. هناك سؤال سميته بسؤال مستهلك للأحداث وسؤال قارئ للأحداث، وهذا التمييز يدفعنا عندما نقول سؤال مستهلك للأحداث هو ذلك السؤال الذي يجعل الشخص يعني بالحس المشترك العامي وبطرق تعاملنا، لأن مجتمعنا يتمتع بمخيال شعبي كبير جدا لتفسيري وتأويلي هذه الوضعيات المرتبطة بالجائحة. لذلك هذا السؤال المستهلك هو الشخص الذي لا يفكر في الوضعية، يقلق من الوضعية، وبالتالي في قلقه فإنه فقط يستهلك ويجتر هذه الأفكار والمعلومات والحالات وعدد الوفيات وما إلى ذلك، ويدخل في دوامة مفرغة. لذلك نحن في حاجة، وهذا الأمر يعلمه لنا الإبداع وتعلمه لنا الكتابة، هو أن نتعلم قراءة الأحداث ونتعلم قراءة الأفكار، لا أن نستهلكها، بمعنى نتعلم أن نجعل من الأحداث جزءاً منا، وهذا ما نفتقده، وهذا هو الذي يولد القلق بشكل كبير جداً. هو عندما نفكر في أن هذا الأمر مفروض علينا وضغط كبير ينزل علينا ولا علاقة لنا به، ومناعتنا النفسية غير قادرة على التعامل معه. إذن هذا التمييز
فيما يتعلق بالأسئلة، أسئلة قلقة مرتبطة بالاستهلاك، وأسئلة قلقة مرتبطة بالقراءة. لذلك فمجموعة من الناس الذين يقرؤون الأحداث إذن يكونون صور إيجابية على هذه الأحداث، وبالتالي يعملون على بناء المعنى في حياتهم، وهذا ما يجعل هذه الأحداث وهذه الجوائح مناسبة لتطوير المعنى عند الإنسان والتفكير في القضايا بنظرة ثاقبة، وبالتالي أن يجعل الإنسان من نفسه ممتدا في هذه المواضيع ومفكرا فيها، وبالتالي يخلق مسافة بينه وبينها. لذلك عندما أقارن بالنسبة للمستهلك للأحداث نجده مثلا دائما كيقول لك علاش الإنكار، أشنو واقع وشنو غادي يوقع وشنو المآل، وبالتالي يفكر دائما في دائرة اللايقين ويغرق في هذا اللايقين. بالنسبة لسؤال القارئ نجد أسئلته أسئلة عميقة، يعتبر أن هذه المناسبة هي مناسبة لتطوير ذاته، هي مناسبة لتجربة جديدة، هي مناسبة لبناء ذاته من جديد ولمراجعة ذاته. بالتالي نجد أن أسئلته مندهشة، وكلما اندهش الإنسان وطرح أسئلة وكلما علمناه هذا فإننا نتمكن فعلا من القول بأننا نحن في صدد الاستثمار في العنصر البشري الإنساني وبنائه بطريقة يعني سليمة. لذلك فبالنسبة لتجربة الأخصائي النفسي المغربي أنا أقول لك بأنها تجربة محترمة الحمد لله، على 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 كل تخصصات، لا نستثني أي تخصصات سواء كانت تحليليا أو سلوكيا أو معرفيا أو أي تخصص من تخصصات، الأخصائي النفسي في المغرب يلعب دورا، ومن بين الأدوار التي لعبها في هذه الجائحة أنه تعامل مع الأسئلة القلقة وفي نفس الوقت بمستقبل هذا القلق والأسئلة التي يحملها الشخص في 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 ذهنه. سي حسن لذلك في تتمة لمن الذي أسهمنا به كمجتمع أو لك أساتذة لعلم النفس وكأخصائيين نفسانيين استضفرت الجهود فيما بينهم. السي حسن هل تسمعني؟ السي حسن أنا أريد أن أتحدث معك سؤال المصير، كيف يمكننا أن نتعامل مع ذلك الذي يطرح مثل هذه الأسئلة؟ أسمعك أستاذ. لم أسمع السؤال جيدا سي حسن، هل يمكنك إعادة السؤال سي حسن؟ لم أضم الصوت مقفل سي حسن ولم أسمع سؤالك بشكل جيد. فقط لم أسمع السؤال جيدا سي حسن. تسمعني الآن أستاذ حمزة؟ تسمعني الآن؟ نعم تفضل. في خلال الأسئلة التي يعني استقبلتمها لابد أن يكون قد طرح عليكم هذا السؤال، كان شبه سؤال رأيتنا مضطرا وملزما بإيجاد أجوبة قد تقنع هذا الذي ربما انتابه شعور القلق، شعور الخوف، شعور الموت، هل من شيء ربما قد يحبه قبل يعني مستوى جائحة مثل هذه الجائحة؟ ربما الناس الذين عايشوا هذه الفترة الزمنية لم يكن ما أحل بنا. ربما السؤال لم يسمع أستاذ حمزة. نعم سي حسن السؤال متقطع لم أسمعه بشكل جيد. الآن أستاذ تسمعني جيداً أستاذ؟ تفضل السي حسن.
يعني في خضم الأسئلة التي ربما قد تكون قد طرحت عليكم، لأنها بين الأسئلة التي ربما نقول عنها أسئلة كونية، يعني كل الذين يعيشون على البسيطة كانوا يعانون من مثل هذه الأسئلة أو يطرحون مثل هذه الأسئلة، سؤال المصير، سؤال ماذا سوف يحصل من بعد، سؤال لنقل عنه سؤال صار مستفزا، إلى ماذا سوف نبقى هكذا، كيف يمكننا أن نتعامل مع التي تعتبرها أسئلة حارقة جدا؟ نعم نعم سي حسن، هذا السؤال يعني بطبيعة الحال يعني عندما يجرب الإنسان شيئا جديدا عليه يعني وظروفه وبشكل طارئ إغلاق الجو والبر ودخول المنازل، هذه كلها وضعيات يعني مستجدة، والغريب فيها هو أنه لم تكن مرتبطة بمدة زمنية معينة، فبالتالي كان هذه الأسئلة المرتبطة بالمستقبل، ونحن نعرف أننا كائنات يعني تفكر دائما وتتواجد للمستقبل، وهذا ما جعل المفكرين يتحدثون عن الإنسان فيسمونه بالإنسان المشكل، يعني الإنسان سيجعلون منه إنسانا مشكلا. لماذا؟ لأنه هو 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 الكائن الذي يجد نفسه دائما على مبعدة من ذاته، الإنسان هو الكائن الذي يجد نفسه دائما على مبعدة من ذاته، دائما يبحث عن ذاته، دائما يلاحقها، دائما يسعى لأن يصل إلى 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 مستوى، يعني دائما هو كائن ما ينبغي أن يكون، يعني دائما يريد أن يصير شيئا، بالتالي هو دائما يجري وراء ذاته ويلهث وراءها. إذن عندما يكون الإنسان في الحالات العادية الطبيعية، إذن يكون هذا السؤال مرتبط بأنني سأذهب سأتسوق سأزور سأذهب، عندما نغلق هذا الأمر ونجعله يعني كائنا محدودا في الزمن والمكان، يعني وبالتالي هو مهدد بشيء غير مرئي بمجهول، وهذا يزيد الطين بلة، بمعنى أنه مهدد بذلك المجهول الغير مرئي ومستقبلي يعني توقف تماما. فهذه من بين الأسئلة القلقة التي واجهناها صراحة والتي أعيدت، وبالتالي حتى أننا وصلنا إلى سؤال النهاية، سؤال الموت، فيتحدث الإنسان على أنني هذا نهايتي، فبدأت تظهر نوبات الهلع، وبالتالي أصبحنا نلاحظ أعراض، حتى وصلنا إلى التوهم المرضي انطلاقا من هذه الأسئلة المرتبطة بالمستقبل والمرتبطة بالوجود الإنساني. إذن هناك أسئلة مستقبلية إذن شغلت بال الناس، إذن تم التعامل معها بإدارة هذه وبتقوية، لأن المشكل أصلا يرجع لماذا؟ يرجع إلى الإدراك، كيف يدرك الشخص وكيف يتمثل وكيف يتصور هذا الوباء وكيف يتصور العالم وكيف سيكون مستقبلا. إذن هذا الأمر هو الذي جعل الإنسان المغربي قلق بشكل كبير جدا، ويرى بأن هذا المستقبل إذا منغلق، وبالتالي يرجع الأمر إلى ما نسميه بالمناعة النفسية العصبية للشخص، بإمكانيات تفسيره، بمحدودية الزمان والمكان، بتقييد الحركة، يعني عانى الإنسان من تقييد الحركة، إذا هذا تهديد للمستقبل وبالتالي رؤية ضبابية، وهذا يعني لأن الإنسان إذا لم تكن لديه رؤية واضح المستقبل، إذن يصاب بالاكتئاب، ويعتبر المستقبل عرضاً وفقدان الاستمتاع أيضاً عرضاً من الأعراض الرئيسية للاكتئاب الحاد. لذلك فالإنسان واجه هذا المجهول بهذه الأسئلة القلقة المرتبطة بالمستقبل. واضح سي حسن؟ تسمعني الأسئلة الحارقة. الصوت يتقطع. الصوت يتقطع سي حسن. نعم
اش مزيان لا ما تسمعش الصوت يتقطع الان استاذ تسمعني في مشكل في الصوت حسن في مشكل الصوت الصوت سي حسن كريم نعم استاذ عبد هنا انا كنت اتحدث مع الاستاذ اسئله اللي قد اي واحد عايش كاين مشكل في الصوت كاين مشكل سوف اذهب معك عند كاين مشكل في الصوت كاين مشكل في الصوت حسن سي حسن سي حسن كاين مشكل في الصوت تماما كتسمعوني انا عندكم انا كتسمعني انا كنشوف مع السي حسن دابا باش يلتحق عنده مشكل شويه في الصوت ديالو ولكن السي حسن لا هو يلتحق دابا السي حسن دابا كتسمعنا السي حسن عندك السي حسن اي مشكل في الصوت يحاول يلتحق بين السي حسن كيف درك مزيان انت ما كتسمع احنا ما كنسمعوش انت كتسمعنا وحنا ما كنسمعوكش السي حسن اييه كنسمعكم انا يلا تفضل دابا تفضل السي حسن دابا الصوت مزيان واخا استاذي كنت أسئلة الحرجة الأسئلة التي قد تنتاب أي واحد عايش هذه المرحلة الآن سوف أذهب معك إلى السؤال الذي قد يواجه المبدع سؤال من نحن خصوصا في متاهات العزلة قد يكون سؤالا لنقل عنه سؤال خام قد يكون الدافع للبحث عن جملة أمور في قالب إبداعي أنا أستاذ هنا أستحضر مقولة لأدونيس يقول فيها اطرح الأسئلة إنها القوة الوحيدة التي تمتلك ما رأيك أستاذ فيها؟ واخا ما سمعتش شويه غادي نحاول هاد وعيد لك الاستاذ عيد السؤال اذا ما تسمعوا جيد عاود غير الطرف الاخر ديال السؤال انا كنت اتحدث معك استاذ عن الاسئله التي نعم استاذ تفضل انا تحدثت وسالتك استاذ عن الاسئله التي قد تنتاب المبدع في ظل هذه الازمات في ظل الجائحه خصوصا السؤال عند الاسئله فهي القوه اللي عندك انا يمكن ما عرفتش واش تسمعني مزيان لا اسمعك الأدب بصفة عامة هو يعتبر بأن الحياة جائحة مستمرة إلا قريتي كافكا ولا إلا قريتي تقريبا أهم الكتاب ديال بيسوا ولا قريتي الشعر مثلا ديال كافافيس ولا أهم التجارب البشرية ولا الروايات ديال ديستوفسكي هو اعتبار بأنه الحياة هي واحد الجائحة مستمرة لذلك الأدب هو يقتات على هذا الحس ديال أنه الحياة جائحة الأدب بصفة عامة هو ما تيجيش متزامن مع الكوارث إما تيستبقها تيتنبأ بها وتيقول بأن هذه الكارثة راه جاية وإما من مورا تدوز الكارثة وتتكون واحد المسافة زمنية تعاود الأدب يأخذ هذه الكارثة ويخرج منها الخلاصات الكبرى غتلاحظ السي حسن معايا وانت راه تتعرف الأدب العالمي أنه نادرا جدا ما كتب نص مهم في حدث تاريخي كبير في ذلك الفترة فعادة النصوص المهمة
إما تتكون فيها التنبؤ وإما تكون فيها الاسترجاع، إما تتنبأ بالحدث الكبير وإما تستعيد الحدث الكبير بعد أن يمر. فالأدب هو الوعي اليقظ للبشرية. علاش هو الوعي اليقظ؟ لأنه الأدب دائما فترات ديال الرخاء، فترات ديال السعادة، فترات ديال الإحساس بالاطمئنان. الأدب دائما تيكون قلق ودائما تيبقى يطرح الأسئلة المقلقة. لذلك البعض تنظر واحد النظرة سلبية للأدب على اعتبار أن الأدب دائما هو إلا بغينا نقول واحد الوعي شقي، واحد الوعي الشقي للشعوب، ما تيخلي الشعوب دائما تعيش الفرح الغامر بالأشياء كما تدير الدعاية الرسمية، كما تدير الأجهزة الإيديولوجية ديال الدولة. الأدب دائما مضاد لهذا الشيء. فلذلك الأسئلة الحقيقية اللي تطرح البشرية دائما تطرحها في الأدب. دائما الأسئلة الوجودية والنفسية والأسئلة الحقيقية تطرحها في الأدب. لذلك الأدب كان دائما سباق لطرح كل القضايا لها. ويكفي باش ما نطولش أن نقول لك بأنه الفلسفة الوجودية ديال هايديغر اللي تقريبا الفكر العالمي كله تيدير لهايديغر من مورا هايديغر، خصوصا الكتاب ديالو المهم الوجود والزمان والكتابات ديالو حول اللغة والوجود والفكر إلى آخره، فكلها استمدها من الشعراء الكبار اللي يشتغل عليهم. استمد بعض الأفكار الوجودية ديالو من الشعر ديال هولدرلين والشعر ديال ريلك والأشعار. ماركس خدا الفكرة ديال الطبقات من بالزاك. فرويد اشتغل على بعض الروايات ديال ديستويفسكي. بمعنى أن الأدب محمل بالأسئلة الحقيقية ديال 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 البشرية. لذلك هذه هي الأهمية الكبيرة ديال الأدب، وعلاش الأدب بقى مرتبط بالإنسانية حتى الفترة اللي تعيش فيها الأدب شي أزمة كبرى، دائما تتعاود تجدد الحاجة للأدب. فهاد الأزمة ديال كورونا أعتقد بأن كلنا عشنا قلق، كلنا عشنا خوف، وكلنا طرحنا أسئلة على نمط ديال حياتنا، كلنا طرحنا أسئلة على سلوكنا، كلنا طرحنا أسئلة على المجتمع اللي تنعيشوا فيه، كلنا طرحنا أسئلة على العالم اللي تنعيشوا فيه، على علاقتنا بالطبيعة، علاقتنا بالآخر، علاقتنا ببيوتنا، علاقتنا بالمواد اللي تنستهلكوا. كل هذه الأسئلة طرحناها. فطبعا شكون اللي غادي يتمكن من تصوير هذا القلق اللي كلنا انتابنا؟ شكون اللي غادي ينقل هذا القلق الى تعبير؟ وشكون اللي غادي يعطينا هذا القلق اننا نشوفوه ونقراوه واننا يعطينا المعادل الموضوعي له؟ هو الادب، هو الادب. وهنا الخطوره ديال الادب، اي ان الادب هو هذاك القدره، هو واحد المرآه عند المجتمعات تتشوف فيها وجهها. الادب هو واحد المرآه تيهزوه المبدعين لمجتمع ما وتيقولوا له ها هو وجهك الحقيقي، ها هي سلوكك الحقيقي، ها هي مظالمك الحقيقيه، ها هي المثاليب الحقيقيه ديالك، ها هي. وهذه هي القدره اللي عند الادب. لذلك غادي نكتشفوا ادب جديد من مورا هذه الجائحه ديال كورونا، وعلى الاقل ستطرح اسئله جديده للادباء. نعم سمعتني يا سي حسن. انا سمعتك جيدا استاذ، وانا صراحه مستغرب كيف انفلت الوقت من بيننا، لا سيما ان مخرج الحلقه أخبرني بأن الحلقة على نهايتها. وسيدي شكرا لك.
شكرا له وشكرا للجميع. كلمه اخيره منك استاذ حمد. كلمه اخيره استاذ عبد الكريم. انا بغيت نشكركم على هذا المجهود الكبير اللي تتبذلوا، واعتقد بان القناه ديال الجامعه هي من المنابر المهمه في الثقافه المغربيه اليوم، وبغيت نخصك انت بالاساس بالشكر صديقي المبدع الروائي والمتتبع الجيد للحياه الثقافيه والادبيه في المغرب، العمل الكبير اللي تتبذله في التعريف بالكتابه في المغرب والتعريف بالنصوص. واعتقد بانكم كلكم تديروا واحد الصدقه جاريه لواحد العمل تاريخي للثقافه المغربيه. شكرا، وانا سعيد دائما انني نتواصل معكم وانني. وبغيت نشكر ايضا الدكتور حمزه، كوني كنت معاه في هذه الحلقه واستمعت عليه، استمعت للافكار النيره ديالو، وتنتمنى ان شاء الله نتلاقاو في مناسبات قادمه ان شاء الله. نحن شكرا لكم وشكرا على تلبيه الدعوه. استاذ كلمه اخيره استاذ حمزه. واخا شكرا. اذا الى كان سعد الكريم مازال سعد الكريم واحد دقيقه غير انت سعيد بانك تلاقيتي معايا. انا سعيد بانني تلاقيت معك سنه 1999 في ثانويه الفارابي باولاد عياد. كنت انا ذاك التلميذ في السنه البكالوريا، وكنت في لقاء وتتحدث عن الروايه. هذا نهار كبير هذا. قلت ديالنا. نعم اكيد. اذا وانت دابا انا الوالد ديالي راه مستوي من بني موسى. مرحبا. وانت ديالنا دابا انت بلديتنا كما تيقولوا المصريين. الله يبارك فيك. اذا اشكرك استاذي عبد الكريم على هذا اللقاء. السي حسن شكرا لك انت والسي زكريا والاخوان في قناه الجامعه، شكرا جزيلا على هذا الدور يعني الرائد في مجال نشر الوعي والثقافه. وما احوجنا فعلا الى من يقوم بعمل الأغورا كما قام في اليونان، فانتم تقومون بها الان. لذلك اشكركم على هذا يعني هذا الجانب اللي غايب عند الجميع ولكن حاضر عندكم بقوه. اشكركم على الاستضافه، وشكرا على هذه الحلقه رفقه الاستاذ عبد الكريم الجويطي. شكرا لك سي حسن. شكرا لك استاذي حمزه. شكرا لك استاذي عبد الكريم الجويطي. مشاهدينا الكرام، شاكر لكم حسن الاستماع والتتبع. بإمكانكم متابعة ومشاهدة برامج القناة عبر موقعها الرسمي www.com.tv، وكذلك عبر كل قنواتها للتواصل الاجتماعي. إلى إن شاء الله، أستودعكم.